ازيك يا نسرين؟ عامله ايه؟ ازيك يا سمر؟ ازيك يا نهى؟ ازيك يا حسام؟ احنا كلنا بألف خير الحمد لله. ازيك انت كمان يا باسم؟ ازيك يا سمر؟ ازيك يا نسرين؟ انا الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ ازيك يا باسم؟ انا كويس الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا نهى؟ وانت يا حسام؟ نورتوا البيت يا جماعه، تعالوا اتفضلوا. كلنا كويسين يا نسرين، انت عامله ايه؟ احنا مش شفناكيش بقالنا زمان. الاجابه بقى هنعمل ايه؟ تعالوا احنا هنتكلم من على الباب كده، يلا ندخل. ماشي يا نسرين، متشكرين قوي. يلا يا جماعه ندخل. يلا بينا. هيا يا جماعه، تحبوا نقعد في الصالون هنا؟ لا لا لا، ولا لا نقعد هنا في السفره؟ لا خلونا نقعد في السفره يا جماعه. خلاص يلا بينا، تعالوا يلا نقعد تعالوا في السفره يا جماعه. تعالوا معلش بقى يا جماعه، السفره بتاعتنا يا دوب 4 كراسي، انا جبت بقى كرسي من الجنينه وخلاص. منورين البيت والله. مش مشكله يا نسرين، بيتكو جميل قوي يا نسرين. ميرسي ميرسي جدا يا حسام. قولي لنا بقى، انت اشتريتي حاجات المدرسه؟ المدرسه خلاص الاسبوع الجاي بيقولوا. ده انا زعلانه قوي والله، زعلانه جدا ان الدراسه هتبدا وهاجل دروسي البيانو. طب احنا كمان والله زعلانين جدا. لا لا يا جماعه، انا مش زعلانه على فكره، ان الدراسه هتبدا عادي. طب وانت يا سمر مش زعلانه؟ لا انا زعلانه. اسمعنا بقى، اخيرا يا جماعه ما قعدناش يعني هنستنى بقى نقول نروح النادي ونروح الحديقه ومش عارفه ايه، هنشوف اصحابنا. انا صحابي وحشوني قوي. انا كمان زعلانه قوي يا جماعه والله، دروس البيانو اكتر حاجه مأثره فيا. انتي ايه اكتر حاجه مأثره فيكي يا نهى؟ لا مش انتي يا سمر، هي بتسالني انا. انا بصراحه يا جماعه كان نفسي الدراسه تتاخر شويه، لان انا بصراحه ما لحقتش اشبع من الاجازه. انا عايزه اخرج والعب كتير، انا بحب اللعب جدا. بس انتي متفوقه يا نهى، ازاي مش مستعجله على الدراسه؟ امال احنا اللي زينا بقى يعمل ايه؟ لا لا يا حسام، لا انا متفوقه برضو وكل حاجه وبحب المدرسه برضو، بس انا كمان بحب الاجازه وبحب اخرج مع اصحابي ومع ماما وبابا اكتر. والله يا جماعه انا مش عارفه اقول ايه في اللي احنا فيه ده، بس دايما كده بيحصل ان الوقت الحلو بيخلص بسرعه قوي. انتوا ما بتحسوش كده زيي؟ طبعا. عشان كده بقى احنا قلنا نيجي نزورك كلنا النهارده ونتجمع كلنا عندك، علشان ايه؟ نحتفل باخر يوم في الاجازه. فعلا والله يا جماعه احنا محتاجين نحتفل كلنا، ولا ايه يا سمر؟ نقعد نلعب طول النهار. ايه رايكم يا جماعه؟ لا بس انتي مش في المود النهارده خالص يا سمر، مالك كده؟ اصل انا تعبانه. الف سلامة عليكي. لا الف سلامة عليكي يا سمر، مالك؟ الظاهر ان هي واخده شويه برد يا جماعه، مش قادره تتكلم حتى. شكلها كده يا جماعه، اصل لسان ده راسها على الكرسي. ايوه. طب بصوا يا جماعه، انتوا ايه رايكم نخرج نلعب كوره في الجنينه بتاعتنا؟ بس انا مش هقدر عشان تعبانه. سلامتك. خلونا قاعدين مع بعض بقى يا جماعه، ايه رايك نسرين؟ نقعد طبعا مع بعض، ايه المشكله؟ هي مامتك فين يا نسرين؟ ما شفناهاش يعني. ماما النهارده عند تيتا وقالت لي خلي اصحابك يجوا يلعبوا معاكي، بس ما تبهدلوش البيت، ولو بهدلتوا البيت ترجعوا تاني ترتبوه علشان ما يجرالوش حاجه. لا عشان ما تزعلش مني. لا يا نسرين، احنا مش هينفع اصلا نتحرك من مكاننا، ما قلتيش ليه ان ماما مش موجوده؟ ما ينفعش ابدا نيجي ومامتك مش موجوده. مش كنت تقولي لنا وتعرفينا؟ لا يا جماعه، انا ماما بتثق فيا وبتثق ان انا هحافظ على البيت زي وهي موجوده بالظبط. هو انتوا ما بتحافظوش على البيت بتاعكم؟ لا طبعا بنحافظ على البيت. لا طبعا بنحافظ على البيت. بتقولي ايه يا نسرين؟ اكيد بنحافظ طبعا، بس انا ديناصوراتي وحشتني قوي، ما عدتش قادر. انا بفكر ارجع البيت بقى يا جماعه، انا زهقت. احنا لسه قعدنا يا جماعه. تاني ديناصورات يا ابني، ارحمنا من ديناصوراتك دي بقى، انا زهقت. يو انت عارفه بقى يا نسرين ان هو ما بيمشيش غير بديناصوراته، ده احنا جبناه بالعافيه. الا الديناصورات، اوعى حد فيكم يغلط فيها. الحمد لله على السلامة يا ماما.
ازيك يا حبيبتي يا نسرين، عامله ايه؟ انا الحمد لله يا ماما كويسه جدا. اصحابي جم وقاعدين مبسوطين قوي، بنتكلم مع بعض على سنه الدراسه اللي هتبدا. طب اوعي يا نسرين تكونوا بهدلتوا الدنيا. هتشوفيها بنفسك يا ماما، تعالي شوفي كل حاجه. شطوره يا نسرين. مين حبيبه ماما؟ نسرين. مين روح ماما؟ نسرين. طب يلا يا نسرين نشوف بقى اللي ورانا. يلا يا ماما. ها ازيكم يا جماعه، اخباركم الحمد لله يا طنط. الحمد لله. الحمد لله يا طنط. ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي يا حسام، ماما عامله ايه حبيبي؟ بخير، بتسلم على حضرتك كتير. الله يسلمها، سلم لي عليها قوي وقول لها ان انا هاجي ازورها قريب. ان شاء الله يا طنط تنوري البيت. قولوا لي بقى، انتوا مجتمعين كده ان شاء الله علشان الدراسه خلاص يوم الاحد الجاي؟ ايوه خلاص، احنا يا دوب بنتكلم وبنودع بعض بقى عشان نبتدي الدراسه بدايه كويسه ان شاء الله يا طنط. طب قولوا لي بقى يا حبايبي، يا ترى مبسوطين ولا ايه الاخبار؟ بصراحه يا طنط ده سؤال صعب قوي. احنا يعني مبسوطين علشان هنشوف اصحابنا وعلشان هنروح مدرستنا عشان وحشتنا بصراحه، والكتب الجديده والشنط الجديده وبقى الهدوم الجديده بتاعه المدرسه الجميله دي، بس زعلانين علشان هنودع الاجازه وخلصت بسرعه وما لحقناش نلعب. فعلا والله يا ماما انا زعلانه بس عشان دروس البيانو، بس فرحانه طبعا عشان هشوف اصحابي كلهم. طبعا طبعا يا حبايبي، طالما انتوا هتقابلوا اصحابكم وهتشوفوا بعض في المدرسه، وقت يبقى للدراسه والمذاكره ووقت يبقى للعب، ايه المشكله لما تعملوا الاثنين في وقت واحد؟ لو نظمتوا وقتكم هتنظموا وقتكم وكل حاجه هتبقى مظبوطه وتمام، وهتقدروا تلعبوا وفي نفس الوقت تذاكروا وتشوفوا دروسكم، مش كده ولا ايه؟ والله يا ماما صح فعلا يا طنط، حضرتك بتقولي كلام مظبوط جدا، وكمان هتقدروا تخرجوا وتلعبوا مع بعض وتشوفوا بعض باستمرار. انا كمان ماما دايما بتقولي ان لازم اقسم وقتي، عشان كده دايما بطلع الاولى على المدرسه. طبعا طبعا يا نهى، احنا عارفين ان انت اشطر واحده فيهم. ماشي يا نهى، انت بتقومي ماما عليا يعني يا نهى؟ لا لا لا، ما اقولها على حاجه يا نسرين، انا بحبك جدا، انت عارفه انت صاحبتي. طبعا طبعا احنا اصحاب. دلوقتي بقى يا حبايبي عايزاكم كلكم تبقوا فرحانين بالدراسه وبان الدراسه خلاص بقت على الابواب يوم الاحد الجاي ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين، وتحضروا حاجات المدرسه وتبقوا مبسوطين وفرحانين كمان بيها. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله يا طنط. ان شاء الله ان شاء الله يا طنط. دلوقتي بقى يا طنط احنا مضطرين نستأذن علشان ما نتأخرش على اهالينا، انت عارف احنا واخدين وقت محدد للزيارة. طبعا يا حبايبي. ماشي يا حبايبي، تقدروا تتفضلوا يا حبايبي وتسلموني على اهاليكم كلهم، وكل سنة وانتم طيبين ان شاء الله، وايام الدراسة تكون سعيدة عليكم بإذن الله، مش كده يا نسرين؟ طبعا يا ماما. عايزين السنة دي درجات طبعا. عالية ان شاء الله يا ماما. ان شاء الله. يلا بقى يا نسرين هنضطر نمشي احنا. ماشي، اشوفكوا بقى اول يوم دراسة ان شاء الله، كلنا نتقابل اول يوم الدراسة ان شاء الله. ان شاء الله. ونشتري الشنط الجديدة. احنا خلاص اشترينا، احنا لسه هنشتري يا نسرين. ماشي ماشي، انا لسه هشتري الشنطة بتاعتي والادوات الدراسية. لا يا حبيبتي، ما انا كنت بعمل ايه دلوقتي بره، ما انا اشتريت كل حاجة، بس عاملها لك مفاجأة ان شاء الله، اول يوم الدراسة هطلعها لك وافرجك عليها. شكرا يا ماما، شكرا. مبروك يا ستي، اديك اشتريتي كل حاجة اهو. ودي كانت لعبتنا النهاردة يا اصحابي، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الدراسي الجديد، اتمنى ان انتم كمان تكونوا مبسوطين بالعام الدراسي، وتكونوا باذن الله يعني يكون عام دراسي جميل علينا كلنا، ونجيب درجات فيه درجات عالية وايه وكبيرة، علشان كمان نفرح بابا وماما، ومش كده وبس، وكمان نتفرج على يوتيوب مفيش مانع، لو اتفرجنا ساعة في اليوم على اليوتيوب، اتفرجنا على قناتنا الجميلة اللي بنحبها كلنا، قناة ألعابي، والقصص الجميلة اللي بنجيبها لكم كل يوم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتعملوا سبسكرايب وتفرجوا الفيديوهات لكل أصحابكم. أشوفكم على خير إن شاء الله مع فيديو جديد من قناتكم الجميلة، قناة ألعابي. باي باي يا أصحابي، باي باي.